بسم الله الرحمن الرحيم. إذن اليوم تم انعقاد المؤتمر الجهوي لجهة سوس مصة، هو آخر مؤتمر من سلسلة ديال العدد ديال المؤتمرات اللي داروا على الصعيد الوطني لكل جهة. هذا الشيء تقرر ما بعد المؤتمر يعني الوطني، يعني الحمد لله هادو فضاءات اللي تيمكنوا المناضلين والمناضلات باش يعبروا بالآراء ديالهم، وكذلك مناسبة لرص الصفوف، كذلك نبينوا للمناضلين ديالنا والمغاربة اللي صوتوا علينا أن كاينة ومازال دينامية موجودة ديال التجمع الوطني الأحرار، وهي دينامية كما لاحظتوا اليوم كانت قوية، وكنا شفتوا المناضلين كلهم عبروا بقوة، وكلهم عبروا بالافتخار ديالهم أولا الانتماء لهذا الحزب، وكذلك الانتماء للحزب تحت القياده ديال السي عزيز اخ النوش. يعني اليوم كلنا وكل المناضلين وكل المناضلات اليوم كانوا وراء عزيز اخ النوش، وان شاء الله المسار ديال التنميه ان شاء الله اللي وعنا به المناضلين والمواطنات ان شاء الله غادي نخدموا عليه جميعا. يعني الرساله كانت قويه اليوم والتدخلات كانوا قويين، والاخ طلبي العالمي تا هو في الكلمه ديالو الكلمه كانت قيمه كانت قويه، الرساله السياسه كانت قويه كذلك مليئه بالمنطق وبالايجابيه. الحمد لله هادشي تيفرح وتاتينا القوه باش نزيدوا للامام ان شاء الله مع كل مناضلي وكل مناضلات ديال هذا الحزب على الصعيد الجهوي وعلى الصعيد الوطني. هنيئا لنا جميعا، شكرا.